السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات للنهاردة. طبعا المرة اللي فاتت قلت لكم إن كل حلقة هننقي قضية بتشغل بال الناس كلها وهنتكلم فيها في الحلقة بتاعتنا. وطبعا نتيجة الاستفتاء اللي عملناها على صفحة الفيسبوك الإعلامية داليا شريف، قررنا النهاردة نتكلم في قضية مش شغلة بال ناس كتير، بس يعني كمان قضية اللي الناس جواها وبيعانوا منها، والناس برضو التانيين عايزين يعرفوا آخرة القضية دي إيه أو إيه الجديد فيها، وهي قضية التصالح للمباني المخالفة. ومعانا تاني خبير المعلومات. كل واحد دلوقتي بيبقى معاه الموبايل في ايديه، ونظرا لان البطاله طبعا انتشرت كتيره وبقى يعني ما فيش شغل كتير، فهنلفت نظركم لموضوع النهارده ممكن تكسبوا منه وانتوا قاعدين في البيت، وده مع خبير المعلومات. ومعانا الفقرة طبعا الثابتة اللي طبعا الناس كلها بتموت فيها، وهي فقرة الأكل، ومنيو جديد ومنيو اقتصادي. يعني احنا منقيين النهاردة منيو اقتصادي، تمام كده، سهل وبسيط. معانا بالنسبة للمطبخ معانا شيف حكمة سالم. أهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور، وحشتينا من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده. ربنا يكرمك. الحمد لله. بس انت الاسبوع اللي فات اتاخرنا، كان في معقات كتير. الحمد لله الحمد لله. فجالي تعليقات كتيره، كانوا نفسهم يعرفوا الاكله ايه بتاعت المره اللي فاتت، فاوعديهم بقى اللي انت تعمليها في حلقه تانية. طب ما احنا نوعدهم ان هم يخشوا على الصفحه بتاعت محبي الشيف حكمت، وهيلاقوها موجوده. هيلاقوها موجوده. الطبق النهائي، شكل الطبق النهائي، تمام، بالمقادير بتاعتها، بمكوناتها، بقى على بكل حاجه. الصفحه محبي الشيف حكمت هتلاقوا الوصفه كامله. تمام. قولي لنا بقى انت هتقدمي لنا ايه بقى النهارده كده؟ النهارده احنا عايزين نعيش عيشه عامله ديكوريشن وعامله عايزين شغل نبقى اقتصاديين جدا. وحاجات بسيطه جدا وموجوده في كل بيت، وانا بسميها سهل وبسيط. ان شاء الله برنامجنا كل حلقه ان شاء الله هتبقى سهله سهل وبسيطه. والتكلفه المهم بقول سهل وبسيط. ايوه سهل وبسيط، حاجة سهلة للعمايل وحاجة بسيطة في مكوناتها. كلها موجودة في البيت. تمام. هنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل بدل ما هنعمل تورلي، لا هنعمل اختلاف. هنعمل الخضار هنعمله لا هو مشوي ولا هو مقلي، علشان الزيوت احنا مش عايزين نستخدم زيوت. هنخس. لا علشان الكوليسترول. لو هنخس كمان. ونخس وصحيا ويبقى خفيف على المعدة. تمام. الخضار هيتقطع وهيتبل تتبيله جميله، بعد كده يتقلي في جريل، يتشوي في جريل، يتشوي في جريل. حاجات بسيطه يعني، هيبقى تلت سوا. تمام. اذا كان بطاطس جاز، بطاطس كوسه، خضار، بتنجان. واما بالنسبه للجزر فهو بيبقى زي ما هو، والفلفل الالوان وطماطم. وهنعمل معاه، هندخل معاه حاجه بسيطه، يعني نص كيلو لحمه. هتعملي صينيه تكفي من 5 افراد، من 4 افراد لست افراد، 7 افراد. جميل جدا، جميل، مش جدا. مكلفه. وهنعمل معاها رز ابيض. وممكن تعملي معاها مكرونه زي ما انت عايزه. وهنعمل معاها حاجه بقى رهيبه جدا جدا جدا. قولي بقى. هي سلطه الذره. جميله جميله. تمام. هي سلطه العاديه. بس بنزود عليها بقى الجبنه الشيدر، الذره الحلوه، الجبنه الدلعه، الزيتون. هي لوحدها وجبه غذائيه كامله متكامله. هتدلعي. ماشي. عينيا. سيبك بقى تبداي. هنعمل معاها كمان العيش البوري. عيش البوري. يعني عيش سهل وبسيط. بس المهم المنيو ده يخلص بقى في خلال الحلقه يعني. لا هيخلص قبل الحلقه بكتير، عشان إن شاء الله. عشان المشاهدين لازم متابعين معايا. ماشي ان شاء الله. ماشي. اوكي. ودلوقتي بقى هنبدا اول فقره لينا، وهي القضيه اللي سيادتكم اخترتوها عن طريق الاستفتاء، وفعلا انتوا ليكم حق اللي انتوا تختاروها لانها عامله ضجه جامده جدا في الشارع المصري، وهي قضيه المباني المخالفه والقوانين بقى اللي طلعت. هنتعرف بقى عليها من الاستاذ عادل ابراهيم المحامي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذ عادل، موضوع التصالح للمباني المخالفة، الناس حتى اللي ما عندهاش مباني مخالفة بقوا بيتكلموا فيه،
نتيجه الضجه الكبيره اللي معموله حول الموضوع ده. الفتره اللي فاتت فعلا كانت اي واحد بيلاقي ارض كده ما يعرفش صاحبها فين ولا مين، ممكن بيروح ايه يبني عليها، ونتيجه ان هم طبعا ما بيطلعوش الرخص ولا الكلام ده، يقول لك روتين وفلوس وبتاع، فكانوا ايه الدنيا كانت شغاله مباني كتيره قوي، اي واحد عنده ارض يروح باني. دلوقتي الدنيا وقفت وفي قانون وفي اصلاح للموضوع ده. قول لي بقى القانون اللي طالع بيقول ايه، وعايزه الساده المشاهدين يفهموه، لان في تضارب فعلا في الكلام، كل واحد بيفسره بمزاجه، فانا عايزين من حضرتك بقى الخلاصه بقى على الموضوع. تمام. ده طيب، هو بص حضرتك مبدئيا بس صحح معلومه بسيطه. وهي حته ان اي ارض فاضيه حد يقدر يبني عليها، الكلام دوت مش صحيح، لان طبعا صاحب الحق بيقدر يقدر يحمي حقه، سواء كانت الارض دي مملوكه للدوله او كانت مملوكه للفرد. تمام. ده مبدئيا اولا. ثانيا، بالنسبه لقانون التصالح، شهدت البلد في الفترة الأخيرة مباني كثيرة بدون تراخيص. هنقول السبب إيه؟ السبب راجع للمواطنين ممثل في المقاول، وراجع للدولة ممثلة في القوانين وممثلة في إجراءات التراخيص وما إلى ذلك. تمام. إجراءات التراخيص كانت طويلة جدا ومعقدة جدا، على الرغم من أنه في النهاية مبلغ رسوم التراخيص نفسها ما كانتش تستدعي كل الإجراءات دي كلها. طيب، يعني مبلغ كبير ولا مبلغ قليل؟ لا، مش قليل. مبلغ كبير، مبلغ يعني رسوم الرخصه نفسها مقارنه بالرسوم المفروضه. يعني انا مثلا عايز اطلع رخصه لمبنى. تمام. تاخد وقت قد ايه؟ تاخد وقت كتير وممكن تقف خالص. طب انا طالما انا ماشيه مظبوط هتقف ليه؟ الموضوع مش موضوع ماشي مظبوط، ما انت ورقك سليم وكل حاجه ما فيهوش مشكله، بس انت النهارده بيحكمك قواعد كتيره، اهمها طبعا ممكن عرض الشارع. عرض الشارع مسموح له، وفي مناطق مسموح لها بالبناء في حد معين، حد لا يتجاوز مثلا 10. ده قوانين ودي قواعد موجوده. طيب. ولكن فكره التطبيق، القائمين على التطبيق. خلينا بس نخرج من النقطه دي ونتكلم في النقطه المهمه اللي هي نقطه التصالح. بالنسبه للتصالح، طبعا صدر القانون 17 لسنة 2019، والقانون دوت أجاز التصالح في بعض الأعمال أو في الأعمال التي تمت بالمخالفة لقوانين البناء، سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تغيير الاستخدام من سكني لإداري أو تجاري أو صناعي أو ما إلى ذلك. يعني في أماكن تم تغيير استخدامها من سكني إلى أنشطة أخرى، دي برضو يجوز التصالح فيها إذا تم إثبات ارتكاب المخالفة قبل صدور القانون دوت. تمام. طيب، التصالح الفكرة فيه أو اللي بيشغل الرأي العام فيه الرسوم المفروضة فيه وقرارات اللجنة اللي بتصدر بتحديد سعر المتر لمقابل التصالح. وخلينا الأول نقول النقطة الأساسية اللي بتهم الناس في الموضوع دوت، ألا وهي مين الملتزم بسداد مبلغ التصالح، أو مين الملتزم أنه هو يروح يتصالح. طبعا المادة الأولى من القانون 17 سنة 2019 قالت يجوز التصالح في الأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء. طب يبقى هنا النهاردة مين اللي خالف قواعد قوانين البناء؟ اللي خالف يبقى الأقام، اللي أقام البناء، اللي أقام البناء، اللي هو سواء ممثل في صاحب الأرض أو المقاول. ده المخالف، وبالتالي هو ده الملزم بإجراء التصالح. مزبوط. هو ده الملزم بإجراء التصالح. ولكن طبعا في القرارات الكتيرة اللي صدرت المتعاقبة في ظل طبعا الرأي العام كان معترض شوية على الموضوع دوت، صدرت قرارات كتيرة وأجازت للساكن اللي موجود في الحالي، مالك العين اللي موجود في الحالي، إن هو يتصالح نيابة عن المقاول. لأن طبعا المقاول مثلا لو هو بنى عمارة أو اثنين أو ثلاثة وكسب منها ومش موجود دلوقتي، فطبعا صعب جدا يجي يدفع عن كل عمارة مبلغ وقدره، خاصة ان المبلغ المفروض للتصالح مثلا لو عندي عمارة 13 دور او 14 دور، المبلغ عالي جدا، 200,000 او 300,000 او 400,000 كتير جدا. فصعب عليه لو عنده 4 عمارات او 5 عقارات، صعب عليه يقدم، فده خلاه يهرب من تقديم طلبات التصالح. وبالتالي النهارده بس حضرتك الضرر هيرجع. ذنب ايه؟ ذنب ايه اللي اشترى شقة من عنده وسكن فيها؟ ذنبه ايه؟ هو مش ذنبه حاجة، بس خلينا نقول ان هو في البداية عارف انها مخالفة. يعني بس انا طبعا مش بقول انا بحمله الذنب. الموضوع ده يا فندم، الموضوع ده نتيجه عوامل كتيره واسباب كتيره، كان اهمها انه ما كانش فيه توفير للسكن، سواء من جانب الدوله او يعني ما الى ذلك. ما اقول لحضرتك حاجه برضه، هو دي غلطه
لما انا اجي اشتري شقه بسال عليها التراخيص بتاعتها وبطمن على الورق الاول بتاع العماره، وبعد كده بقرر اشتري شقه جوه عشان اكون في امان. تمام. انا اهم حاجه بتشغل الراجل اللي رايح يشتري الشقه، اهم حاجه بتشغله هو مستنداتي الملكيه. هل هي صحيحه ولا لا؟ اما مستندات التراخيص، ما خلي بال حضرتك، لو الشقه مرخصه السعر بتاعها بيزيد، وانا النهارده هناخد في الاعتبار ان الناس ما معهاش تدفع التكلفه دي كلها، وبالتالي النهارده اللي كان معاه 100,000 جنيه وراح اشترى في شقه اتباعت ب 100,000 جنيه، وفي شقه اتباعت باكتر من كده على الطوب الاحمر وما الى ذلك، فما كانش عنده مقدره ان هو يدفع اكتر من كده، خاصه ان هو ممكن يكون عايز مستلف الفلوس دي من هنا او من هنا او من هنا، او زي ما بيقولوا تحويشه العمر. تمام، عايز اي حاجه يسكن فيها. وبعدين بالزبط. المالك كمان بيديله بقى تخفيضات وحاجات يجر رجله بحيث ان هو يجي يسكن عنده، يعني بالزبط. برضو بيبقى فيه تسهيلات من ناحيته. في الفترة الأخيرة كان المعروض كتير جدا. كان المعروض كتير جدا في الفترة الأخيرة، كان المعروض وبدأت الأسعار إلى حد ما تبقى في المتناول. وخلينا نحط الفئة اللي هي المتوسطة أو الفئة الفقيرة في الموضوع، هتلاقيها هي المعترضة أو مش المعترضة، هي اللي بيشغلها أو همها قانون التصالح دوت، لأن احنا بنتكلم مثلا في 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 عقارات كتيرة جدا بيشملها قانون التصالح. بس على ما اعتقد يا استاذ عادل برضو ان المباني معظمها في مناطق عشوائيه، مظبوط الكلام كتير ده؟ كتير جدا. مناطق عشوائيه كتيره موجوده، وتم البناء فيها، الاراضي الفضاء اللي فيها تم استخدامها وتم البناء فيها، واتبنى عليها ابراج 13 دور و14 دور و15 دور، مباني كتيره جدا، وتم التعدي على املاك دوله في مناطق معينه. بس هنرجع برضو نقول العوامل الاقتصاديه يا جماعه هي اللي دفعت الناس ان هي تشتري اماكن ديت وتسكن فيها. بالظبط، الناس ما معهاش. بس اقول لحضرتك حاجه برضو، الناس ما معهاش، بس ده مش عذر ان انا اخالف قوانين الدوله. انا ما بخالفش قوانين الدوله، يعني هي الرخصه بتاخد وقت. انا ما بخالفش، انا المشتري ما بخالفش قوانين الدوله. مين اللي مخالف؟ المقاول او صاحب الارض هو اللي خالف قوانين الدوله. أيوة، وخلينا نقول طب ما هو برضه يا جماعه خالف قوانين الدوله ليه؟ ما زي ما قلت لحضرتك الموضوع له اسباب كتير وظروف كتير متعلقه بـ 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 من ناحيه بالدوله، ومن ناحيه تانية والقوانين اللي موجوده، ومن ناحيه تانية بالمواطنين. يعني الاسباب مش راجعه كلها للمواطنين، القوانين اللي كانت موجوده قوانين جامده، اسلوب تنفيذ القوانين، ومش عايزين نقول طبعا اسلوب تنفيذ القوانين واصدار التراخيص في الاحياء عامل ازاي. طيب استاذه عادل قول لي دلوقتي، يعني التصالح لو واحد مثلا باني برج 15 دور، تمام، ده مثلا يدفع كام؟ هو مش يدفع كام، على حسب المنطقه اللي هو موجود فيها، وعلى حسب سعر المتر، على حسب سعر المتر الصادر من اللجنه طبعا. اذا ما جت مثلا اللجنه قالت والله سعر المتر في المكان دوت 100 جنيه، فبيدفع عن كل متر موجود في المبنى دوت 100 جنيه. لو هو سكني. اما التجاري اللجنه بتبقى محدده له سعر اكتر طبعا من السكني. طب نفترض ان انا عندي الدور الواحد فيه مثلا 200 متر او 300 متر، عندي 10 ادوار، يبقى دي انا عندي 3000 متر، 3000 متر اضربي في 100 جنيه، هيدفع الربع في الوقت الحالي اللي هو طلب جديد التصالح. اللي هو مقدم جديد التصالح زائد رسوم الفحص. فطبعا مبالغ كبيره. مبالغ كبيره، خاصه ان اللي بينطبق عليها زي ما قلت لحضرتك العقارات المنطبق عليها كتيره ومساحات كبيره. طب ما فيش يعني حاجه حد يقول لهم مثلا اللي هي قسطوا الموضوع ده عشان يبقى في تسهيلات مثلا؟ ما بيتم التقسيط، اللي هم بيتم التقسيط بيدفع في الوقت الحالي 25% مقدم 25% جديد تصالح، والباقي على 3 سنين. الباقي على 3 سنين. وفي اقبال، يعني الناس بتروح وبتعمل تصالح وكده ولا؟ في ناس مختلفه بحسب اختلاف الناس. في ناس النهارده اللي عنده صاحب ارض او اللي عنده مقاول مش لاقيه او مش عارف يجيبه، بيضطر ان هو يروح يتصالح عن الوحده، خاصه ان هو عايز يقنن وضع الوحده بتاعته للشقه، اللي هو مش عايز يبقى مهدد لاجراءات تتخذ من قبل الدوله. اما طبعا الدوله طبعا اصدرت قرارات كتيره وقالت احنا مش هنهدم اي عقارات، بس طبعا ممكن يكون فيما بعد جزاءات اخرى ممكن يتم تطبيقها وممكن يتم توقيعها، وبالتالي الساكن بيضطر ان هو يلجا لاجراء التصالح. وفي ناس تانية يقول لك انا مش ملتزم باجراء التصالح، القانون الزم من ارتكب المخالفه، وبالتالي مش انا اللي ارتكبت المخالفه، يبقى هو اللي يروح يتصالح بيعمل محضر في اسم الشرطه انه فلان الفلاني اللي هو صاحب الارض او المقاول امتنع عن اتخاذ اجراءات التصالح. ولكن الى الان
لسه مش عارفين ايه هي الجزاءات المترتبه على عدم لسه التصالح. لسه ما فيش حاجه واضحه، لان القانون 17 وتعديله وقانون 1 لسنه 2020 لسه ما فيش عقوبات موجوده فيه تقول. خاصه ان برضو عايز انبه لحاجه، ان الماده 1 من القانون 17 قالت يجوز التصالح، ما قالتش يجب التصالح. يجوز قالت يجوز التصالح. كلمه يجوز دي بتبقى فيها احتمالات. بالظبط. يجوز التصالح. لسه بقى ممكن يكون يصدر فيه قانون اخر بترتيب عقوبات او ما الى ذلك. وطبعا تم مد المهله الى 30/10 لاتمام التصالح. طيب يا رب الناس كلها تقدر في خلال المده دي يبقى في تصالح، يعني يبقى في تصالح. برضه عايزين نقول انه احنا الفتره البلد خارجة طبعا من ظروف كورونا وما إلى ذلك، فالظروف صعبة شوية على الناس. ربنا يسترها بقى إن شاء الله. يعني ربنا يستر. طبعا بشكر حضرتك جدا من الفقرة دي، وفي مواضيع كتيرة بقى، يعني في مواضيع كتيرة، بس إن شاء الله في حلقات تانية في كتير، يعني في قواضي بتشغل بال ناس كتيرة. القانون الإيجارات القديمة دي عملنا حلقة مع حضرتك قبل كده برضو مسمعة، وعايزين الناس برضو حلقات ونفقة. لا في كتير قوي، في شغل كتير قوي هنا في البرنامج. احنا منتظرين والله يعني من مجلس النواب تعديل قانون الإيجارات القديمة، ومنتظرين تشريعات. طبعا قانون الإيجارات القديمة بيصير ضجة في البلد كبيرة جدا. تمام. بشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا. وإن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله. إن شاء الله. هنطلع فاصل ونواصل فقراتنا.